هاد التبني هاد الانستغرام هاد اللايف ما بقاش يتسيفا لي القديم. يلا سيفيتو. عرقت تيبان الدراري كتسمعوني الاخوان ولا ما كتسمعونيش؟ ما عرفتش اللي داك تسمعوني كتبوا الله يعزكم مالكم تاني وراه مشى اللايف واحد تسمى لكم تاني راه تقطع حد زد ساعه. سير اخي احمد صرد لي انفيتاسيون طلعك الدراري تا هما ما عرفتش واش يطلع عبدو دابا غادي نشوف. خي احمد ما كتبان شبر لا اوكي عطيني دقيقه. سير انا نجيب دابا عبدو ان فهمتي عمر فين عبدو فين هو عبدينو ها تطلع لكم ديفلوبر عشيري صديقي من الطفوله انا نجيب لكم دابا يا الهي واو صاحبي عفتي فبغاش يتسيفا لي اللايف اخي عمر بالدراع بالسيفيت هو تارشيفيت واحد يمكن والله ما عرفتش شنو خورت سيفي شي بعدا مزيان باقيلا والله ما عرفت بلاتي نشوف بس سيف بس سيف شتو شتو شنو هو البروغرام دابا سيف بلاتي باقي نكملو مع احمد وغيطلع عبدو فهمتي نكملو شويه في كريبتو فهمتي نورمال نستافدو من باقي عبدو عنده الافكار ديالو ما كيامنش بداك الشيء فهمتي ما كيامنش بالتحرير وداك الشيء داكشي الشموع شمع عليك الكاسيه يطلع ساخب هو فهمتي عقدو بديك تاع حالي سميت انا سميت ديك العجي بيموناتشي واش حيت بيموناتشي الشموع اليابانيه عدنا بلاتي باقي طلع واحد ولا حنا عدنا دابا عدنا اشي احمد اشي احمد من هسه خي دابا قريبا علينا غادي اخي عبد الله كتبتي انا بلاتي نصر لك انفيتاسيون انا احسن علاش حبيتي واش برو السلام عليكم الاخوان تحياتي اهلا سي عبدو اهلا 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 نهار كبير وليله كبيره نجي كاع نصحوا لي تعطات شويه تعطات يا برو اخويا عبدو الله يبارك فيك سي ديجا قال لي بلي فتح غادي يبدا اللايف قال قلت له راك 10 نقدر نكون فهمت ودخلت خذت في التسعود لقيت الدراري اللي يجي كتهدا قلت واقيلا ما غاديش يطول بزاف دابا انا غادي للدار ويقول لي انا باقي لايف فهمت قلت له راني جاي واه احمد يلا يلا جبتي جبت مع احمد احمد ما عرفتش واش ما كيبانش برو واقيلا ما كتبانش بلوك ماشي برو بلاتي نشوف عاود بلاتي نعاود انفيتيه اوكي حيت انا بحال بلوكي كيبان لي انا برو عنده مشكل بلاتي بلاتي نحلو مع عنده مشكل الكونيكسيون عنده الكونيكسيون هي انا في المانيا وايلا لا في المانيا عنده كونيكسيون عالي انا ما يمكنش هذا ولا عنده كونيكسيون اسامه ما قاليش اخويا تشادي ما يتسافتني مسخوط شوف برو حاولت اخي احمد حاولت خروج وعاود دخل الله يعزك عاود صار لي انفيتاسيون واخا واش برو بخير مزيان قول لي كنتي في الزنقه برا لا انا كنت في الزنقه نهار كبير هذا صاحبي فين هو عمر واش مشيتي ولا عمر هو انا خويا عبدو كنا انا عمر انا عمر مزيان الله يحفظ خويا عبدو انت بخير هاني الريداكت اتوحشنا الريداكت صاحبي كامل كاين كاين شي ديفا عمر كاين شي بي اش بي كاين شي باك اند كاين شي فرونت ضروري ضروري راك فاهم اخي عبد مزيان مزيان غبرتي عبد الله صاحبي فين غبرتي شوف احمد دابا دابا زوبا فهمتي دابا ندير نخرج من الديسكورد بحال ما بحال اصلا بقيت كندير بزاف معايا سي فهمتي
بالك مره اصلا ما عنديش كونتاكت ديالك عمر اصلا ديك جانا الديبريسيون ديك كريم تو صاحبي شهر 5 العام اللي فات طحنا مع تحنا ما بغينا بغينا شي خساره والله الا تفرتيني عاد دابا كنقول احمد ما كنامنش داكش ملي كيبغيو يديروا شي حاجه كيديروا كيقول لي لا كذا ما كذا لا 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 ما الديبريسيون كاينه بزاف يعني شو داكشي شو داكشي وداكشي كامل كيتعلق ب يعني بالذكاء الاصطناعي فهمتي راه اصلا داكشي مديفلوبي بواحد الطريقه هاد الالغوريثم ديال داكشي هذاك ديجا داكشي معدل فهمت يعني هو كاين التحليل الفني ما نقولوش لا فهمت كاين التحليل الفني ديك القضيه ديال بريك اوت ريزيستانس شي كرات هذا كامل كاين ولكن ملي ترشح قلوب هما يطيحوا السوق راه ما كتدفع لا ريزيستانس لا عمل فهمت راه صافي كلشي غادي ينزل فهمت هادشي اللي قصدت له يعني كريبتو صراحة خصك تدخل واحد العقليه ديال ضرب وقيس فهمت صافي جاتك فرصه تبيع بيع فهمتي تدقى لي اذا كنتي غادي تافيستي لونغ تيرم داكشي هذا لونغ تيرم انا نقدر نعتبرو 3 سنين فوق فهمتي راه تاع عامين غادي لونغ تيرم بالنسبه لي ماشي كافي فهمتي حتى تقدر تشري انت فواحد الثمن ودوز عام وغادي تطلع فهمتي ما غاديش تبيع تقول راه باقي غادي يزيد يطلع وعاد ثاني رجع نفس الثمن شريتيه المره الاولى فهمتي يعني هذا غالب صعيب اصاحبي راه مثلا الناس ديال الادا دابا الناس يشراو الادا دابا مثلا فهمتي راه كاين الناس دابا اللي يشراو الادا في دولار وكاين اللي يقول انا غادي نانفيستي في الادا بنون تيرم كذا فهمت الناس دخلوا فلوس خذ راحتك اخويا الادا هذا النزول تا هو كان متوقع انها توصل للدولار يعني هذه تا هي متوقعه ومنين كنا في 68 راه كنا عارفين بلي راه غادي ينزل واش فهمتي يعني باين بلي تنزل ولكن كتضمني ملي ضربت 3 دولار كنت كتوقع تعاود ترجع للدولار وي 100% انت كت واش السبب لان الموجه الدافعه اللي هي دابا الموجه الدافعه انا فهمت الموجه اللي طالعه تعرف على الموجه طالعه تكون قدها يعني انا تنحاول نبسط هذاك الشيء ولكن احمد فهمت انا فاهم وي فالماركت على الماركت اون جينيرال تبسط فيها ياك اعتمدت على ماركت اون جينيرال باش تجي تهبط العمله ديال الادا لا كل عمله بوحدها ولكن ملي تيكون نزول كبير بحال هكا تلقى حاضر غير البيتكوين فهمتي نعم غير بالنسبه لسميتو ان هذه القضيه هذه اللي قلنا ديال مثلا ديال انها ترجع لواحد الدولار كانت باينه فهمت خصوصا من كان فشل هذاك شنو سميتو فانديتوا هذا كان وقع له واحد المشكل في اللونش ديالو فصافي كان تاكد ان غدا تهبط فهمتي بالنسبه للبيتكوين كان باين غادي يهبط ياك ورغم انه لان خصك تعرف شنو دابا الا انت وليتي تخاف من الماركت وما تدخلش هذاك الحوت ولا الشركه ولا هذا اللي عنده كميه كبيره لمن غادي يبيع خصو يبيع لك انت دابا هو انت بالنسبه له غير شاري فهمتي اما دابا شنو الشاري شنو خصك دير ما تخليش يخاف يعني ويخرج ما يبقاش يرجع طمعوا شويه راك تربح من الاخرين اللي معاك ما تربحش منه بالكل فكاين الاغلبيه اللي كيحسب ان الحوت الهدف ديالو هو يبيع مثلا في 100 كا لا هو راه الا باع في 40 رابح لانه هو ديجا جامع من قبل فهمتي يعني الاستراتيجيه اللي كتنصح بها شنو هي اخويا احسن استراتيجيه اللي قلت لك كنصح بها اللي ما واقفش على الفلوس احسن حاجه هي اللونغ تيرم ديما يعني 100% راك رابح الا لو وقع شي مشكل وهذاك البروجي يعني ما نقولش 100% لو وقع شي مشكل هذيك شحال المده ديال اللونغ تيرم مثلا انت عندك الناس عاد تسميها ديال اللونغ تيرم مده واش عامين تسميها شحال مثلا يعني من فوق يعني عام شهر فهمتي وعام مثلا دابا غير ادا مثلا في شهر بعد عام اللي فات حنا نقولوا دابا تقريبا حنا شهر تقريبا فهمت دابا واحد 4 شهور راه ادا وصلت مثلا جوج ديال الدولار فهمت دابا داز عام حنا في صار دابا انت باغي تانفيستي مثلا في ادا العام اللي فات بغيت تانفيستي اللي كانت الثمن ديالها جوج دولار حطيتي عليها حتى 28 كما مثلا دابا داز عام تقريبا وراه هي اقل من 20 دولار يعني اللونغ تيرم ما صالح عندكش انت بس اذا كنت بعتيها في 3 دولار غادي تجيك حسام فهمت غادي تربح غادي تبيع وغادي تشريها من القاع مره اخرى
ولكن انت مشيت تستثمر في العمله اللي ديجا كبرات، راه الماركت كاب ديالها كبير، واش فهمتي؟ الاستثمار غادي تختار انت اللي عندها الماركت كاب كبير وعندها واحد الامكانيه عندها بوتونسيال طلع، فهمتي؟ فهاد القضيه متفق معاك، فهمتي؟ دابا انا غريبه كتجيني مثلا بنادم كيستثمر في الاكس ار بي مثلا، واخا هو عمله قويه بزاف، الادم على الضوط مثلا، راه استثمار مزيان، ولكن بحال قلت الماركت كاب راه كما كان ماركت كاب كبير الامكانيه انها هي تطلع اكثر كتكون قليله، فهمت؟ وي، ولكن اللي بغيت نقول لك مثلا الادم راه يعني فوا تروا راه ما غاديش تفوتها الا كانت يعني شي هايب كبير وهذا وصلت واحد 15 دولار، فهمت؟ ولكن شنو غادي توصل؟ جاده توصل 3 4، فهمتي؟ يعني حسب الفيبوناشي راه تبان لك الا غادي توصل 3 4 كاع الا طلعت لهذيك 5، ولكن انت هنا تقرر واش باغي لو ريسك وقليل الربح، ولا باغي انت انك يعني الريسك ولو يكون شويه كثير واحد العمله اللي باقي الماركت كاب ديالها صغير، غير انت اللي في نظرك انها راه قويه والبروجي ديالها قوي، يعني كصغار ما فيها هي، ولكن اغلب الاوقات تيكون شي عمله اللي قويه راه ما ضيش بها. فهنايا تتكون عندك واحد كاين واحد الريسك، ولكن راه عندك امكانيه ان هذيك تولي مثلا فيها واحد 200,000 200 مليون، فهمت؟ هذيك 200 مليون دولار راه تقول اوكي ممكن توصل لواحد المهم 600 واحد دا، تشوف ديما اللي في الكاتيجوري ديالها وشحال هذيك الفلوس كدور فيهم، مثلا الى عمله من الان اف تي تشوف شحال ديال الفلوس كدور في الان اف تي واش ممكن تدخل فيها. بحال دابا مثلا نشوفوا تميتو الى نشوف مثلا قالا نشوف واش كاين امكانيه انها تطلع، خصوصا انا مثلا مقتنع بهذا البروجي لانه بحثت عرفت بلي البروجي زوين وخصوصا فيها برو، ولكن ماشي ديال دابا كدوي على قالا على قالا وي ماشي انا قالا ما حطاش على دابا، حاطه انا على واحد الوقت بعيد، فهمت؟ لانه تيخدم التيم تيخدم ديما الايفنت ديما الجيمز جداد. قال اصلا عندهم دابا عندهم جيم واحده اللي تعرفينها هي ديال تاون ستار، وباقي ما جيهم يعني دي جيمز كيبريبار دابا دي جيمز اخرين، كاين اللي باقي في الفا وكاين باقي في بيتا وباقي ما طرقوهمش كاع، عندهم ان اف تيز وداكشي، فهمت؟ هي الصراحه شوف دابا اذا شفت مثلا اذا كنت استثمرت في قال العام اللي فات مثلا راه غايه العام هذا راه بالنسبه لي اوي طلعت فيها راه خياليه، فهمت؟ يعني اذا كنت ديجا شفتي البروجي هذا وامنتي بالبروجي ديالك وزيتي فيها شي مقدار واخا يكون صغير راه تقريبا راه طلعت واحد طلعه خياليه. هي انا نقول لك شي باينو من العام اللي فات دابا كندوي، فهمت؟ شي باينو سيف مون وقالا هادو التوب فريكونس اللي طلعوا بزاف مسمي قوي من عندي في السنه. دابا اخي احمد لما يعني الواحد اللي سيف دي بروجي مازال الله غادي يبداو فين يلقاه مثلا اللي الله يبداو نورمالمون يلا ماشي يلا بداو مازال صغار عندهم بوتونسيال يطلعوا. لا دابا راه حيت تبقى عاوتاني في الروشن يعني الا شي عمله اصلا هي ما داخلاش الكوين ماركت كاب فشنو غادي تقول يعني عمر، فهمتي؟ الا عارف مثلا راه كاين واحد الاي سي او كاين ديال واحد العمله اللي عندها واحد المصدر، فهمتي؟ مثلا سميتو كانت واحد العمله سميتها دري ثاني وكتنا عندي سي في انا عمر كانت 0.19 راه وصلت 8 دولار، فهمتي؟ عمر ما كتبغيش تدخل فيها منه. كانت وصلت ل 0.19 ونزلت، فهمتي؟ ولكن ما كنتش لا معامل بالبروجي لا والو، داخل غير نضرب فيها ونخرج، فهمتك؟ يعني هذا قضية الزهر، فهمتي؟ يعني انا حتى شي باين شكون اللي كان كيامن بها اصلا، فهمتي؟ اسمح لي اخويا احمد، شي باين اصلا شكون اللي كان كيامن بها قبل ما تشاقب حتى ما تكون بينا، فهمتي؟ راه حنا القالب كاش معروفه اصلا، الانسان كيفاش يطيح لهاد اللعيبه بحال هادي؟ وياه الصراحه حيت اللي جينا نشوفو اخويا سعيد انت ماشي تتعرف اذا تعرفت تصافي راه مشات وهي الصراحه، فهمت؟ الا سقى مساله حظ ومساله ديال تبحث، فهمتي؟ بحثت كذا وتقاليد الاداره سمو خطر، يعني حتى فلوسك اللي نزلتيها ومثلا حتى ما محتاج ديك الفلوس دابا، حتى اذا شريتيها وهبطت ما عندكش مشكل، يعني مساله حظ وبزاف بزاف التفاصيل داخلين، فهمت؟ تحياتي يا اخي عبدو
انا جيت نكذب شي انا ساند بوكس صراحه اكثر عمله فاجاتني بلاتي انا من ناحيه واحد الحاجه لا من ناحيه القوه ديالها واخا طاحت بيتكوين ما طاحتش بزاف فهمت قويه الصراحه احسن عمله واحد عندنا الان بي سي دي ساند بوكس جات في هذا الوقت احمد باغي يقول شي حاجه يمكن انا بغيت نقول دابا غير باش بنادم يفهم يعني الخريطه ديال الشيت كوين كيفاش تتكون راه تتكون غادي بحال كتخرج العمله ياك كيبداو ياكوميليو فيها تبداو يجمعوا الحيتان صافي دخلوا هنايا وتبداو يطلقوا لك الهايب يخلصوا يوتيوبر شحال من حاجه صافي حتى تتولي منين تطلع تطلع طالعه كيخرجوا ما بحالهم وانت تبقى شاد في الشيء فهمتي يعني فضلك فهنايا تيجيو هذوك اللي واحدين هنا تيبردوا على راسهم ولا راه غادي تطلع راه حقه وتياخذوا العبره باش ياخذوا العبره بالدوج كوين واش فهمتي الدوج كوين لولا ايلون ماسك راه كون راه بقى في 7 سنت ولا شحال كان فيعني فديما الا ما خديتيش من هنايا بحال دابا صحاب السيطره طلعات ياك ونزلت وباقيين تيقولوا لعباد الله واش فهمتي فسميتو مثلا كانت وصلت شي 80 ولا ما عرفتش ما مأكدش فهنا ها انت الحيتان راه مشاو بحالهم وانت بقيتي معلق فيهم هما جابوا لمن غادي يبيعوا كيف قلنا العرض والطلب السوق كله على العرض والطلب واش فهمت صافي الحيتان جمعوا هنايا حصايصه جاوا لهنايا صافي خرج وانت بقيتي هنا معلق مع اصحاب قتدمون وكذا فهمت هذا كل المشكله اللي كيوقع كتسنى الفومو كتكون طالعه كتشريها في الطوب ديالها بحال اللي كتطمع ما كتشوفها خضراء فهمتي هي مساله نفسيه اكثر من ان هي كتشريها في الراس وكتهود بيك وكتبقى انت قاعد تسنى تطلع مره اخرى دابا واحد هاد النقطه اللي ذكرتي مزيانه كاين دابا واحد النقطه اللي خص الواحد يعرف ان هذا بيزنس يعني المشاعر ديالك خليهم على جنب ما كاينش لا حقه راه ندير ممكن توقع ممكن هذا راه كاين شي وحدين تقول لي ها انت عندك فلوس تقمر في العملات تقول لي وسمعت الهضره على الشيبه سمعت الطيطامه تقول له ناري هاي تقول لك استثمر ماشي سير قمر فهمتي تقول له الا عندك شيطان فلوس ماشي مشكل حط فيها ممكن تطلع لانه في هذيك الاخر قلنا الحيتان خرجوا بحالهم ياك ولكن الى رجعات نزلات لتحت كاين واحد الامل ان هذاك الحوت يقول ضربت منه حصيصه اجي نعاود نطلع بابا مره فهمتي باقي عليه الهايب فسميتو فبحال السيطره انا ما تنقولش بلا معمره غادي تطلع ممكن تطلع فهمتي مادام عليها بنادم والرواج وهذا فهمتي بحال هذاك التريند ديال الروتيني اليومي راه بحال هكا عمرك تزوج في شي عمله ما تربيش عليها الكبده تماما يعني المشاعر ديالك خليهم على جنب انت هنايا مستثمر فديما حط قدامك ديما خلي الشك ديما تكون شكاك فهمتي ديما هذاك الشك ربي راسك على الشك هذه العمله لا علاش هذه علاش لا فهمتي الرود ماب ديالها قالوا في 2021 يديروا كذا وما داروهاش تلقاهم بلا مبررين بشي تبرير اللي عابط فهمت صافي كتقول صافي ما ندخلش لها واش كاينه غير عمله واحده راه فوق 16000 عمله وعاد زيد عليهم شي تكوين اللي في بوكوين وهذا فانتايا ما مضطرش تدخل في واحد العمله اللي ما مقتنعش بها برو واحد الخونا كيسولك من الصباح اسمح لي قطعتك خذ راحتك قال لك ذا بيست انديكيتورز اللي كاينين فهمتي كاين انا بالنسبه ليا كاين بالنسبه ليا كاين واحد ثلاثه اللي ما نستغناش عليهم فهمتي انا بلاتي نبارطاجي معاك اوكي انا غادي نجاوبك اخويا على السؤال ديال الباس لا انا الجواب ديما حليت له واش ما عرفتش واش كاس واش ليا انا فهمتي علاش كلكم كتمشي الناس نلعب ديال الكرسي فهمتي السؤال خارج عن الموضوع هاد شوف هادو الناس بالعاقه كيشرو ديك الكراسه فهمتي انا ضروري خويا سيف واش نديرو الاشهار للشركه ديال السكريت لا 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 خليها ما كاينش واحد في السكريت لا لا ما كاينش انت مثلا لا ما كاينش انت انا ما عنديش انا كرسي ديال الدراري واش عندي شوف دابا مثلا هذا البيتكوين ياك دابا هذا البيتكوين سميتو كاين واحد نديرو واحد تيست فيه باش نشوفو كيفاش غادي بلاتي واخا ضيعت الوقت في هذا التحليل ولكن بلاتي خذ راحتك برو خذ راحتك من الاحسن نحيد كلشي انا حيدت كلشي المهم بحال اللي عاودنا الجزائر اوكي بلاتي التليفون ضرك لا والله الا الدراري تكون احمد
أضرب خلق الله، شوف الله دور الكاميرا ويوريك هكا هو يحفظك. داير مع عبد الله والله. نايس. دابا هضر هو على الانديكيتور. انا الانديكيتور كاينين هانت مثلا ثلاثه. اول حاجه هو الام ام اي، فهمتي؟ ام بلاتي من الاحسن الى من الاحسن نوريكم في جيت ايو، لان جيت ايو علاش؟ لانه عندي عنده سميتو بلاتي طرحتك برو اللي حبيت ارتخون تريدين فيو. اوكي هانت هذاك شي نادي. دابا هنايا الا لاحظتوا شنو عندي، عندي هنايا عندي هذا الماك دي، عندي الار اس اي، فهمتي؟ المهم سمحوا لي الا كانوا شي مصطلحات بالنسبه لشي وحدين غراب، ولكن المهم وعدنا هنايا هانتوما هنايا. انا هذا الوحيد اللي ما نقدرش نستغنى عليه، هذا ديال ال 200 هو اللي كيخليني عارف فين المسار، فهمتي؟ فامشي لشي بارتيه اللي سميتو لا تي نديرو شي اكزامبل. انت دابا مثلا انت منين كان سبحان الله نحيد بلاتي نحيد هذوك اللي مضربين صافي، ها هو باش يبقى باين. دابا هنايا الا لاحظتوا شنو هو هذا ديال 200، هو ديال 200 يوم كيفاش البيتكوين. فبلاتي خصني شي حاجه باش نشرح. اوكي دابا هنايا الا لاحظتي انت خطا، دابا هنايا اخترق ها هو شوف ما عرفتش واش كيبان لكم بلاتي بدا الكل. دابا هنا اخترقنا هذا الماك دي، هذا الام اي 200 ها هو هنايا اخترقناه. شتي منين اخترقناه هنايا بحال بالنسبه لصحاب الفيوتشر كيدخلوا هنا لونغ صافي عارفين بلي راه يبقى طالع، وهنا وهذا ال 200 تبقى هو بحال الليميت ديالك، ولا هو الانذار اللي تيقول لك راه نزل، تبقى غادي 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 ها هو هنا نزل كثر، فكيبين لك بلي باقي غادي وكيحاول يطلع، كيضرب فيه ويرجع كيضرب فيه ويرجع، فهمتي؟ تضرب فيه ويرجع انت غادي غادي، فهمتي؟ بلاتي تنحاول نشرح ولكن المهم صبروا عليا شويه. اوكي فهم داك ابرو كان دونت الدراري يفهموك. المهم داكشي ما المهم هذا تيخليك عينك على المطار، فهنا ما حدنا تحته فما كاينش شي حاجه سميتها الصعوبه، فهمتي؟ طبعا ما حد مازال تحته. شوف عاوتاني سميتو تكون على المدى القصير كاين هذا نما هاد الانديكيتور هذا، انه هنايا تتعرف مثلا بربعه السوايع. المهم بالنسبه اللي باغي يعرف هانت تلقى بالله داير الاحمر داير الاخضر، انا باش نعرف واش الاتجاه غادي طالع ولا هذا، فهمتي؟ ملي كيتقاطعوا راه كنعرف اوكي راه غادي تطلع واحد الشمال. ف كاين سميتو المهم ما حد بلاتي شو هنايا هما تقاطعوا شنو عطى النزول، ودابا ها انت ها هو طالع الخضر ها هو طلع هنا ورجع نزول لانه ما تقاطعش مع الحمر. ولكن كاين واحد الاداه اللي كتعاون في هذا الشيء كامل اللي هي الار اس اي، فكتعرف ان الار اس اي هذا تبقى عينك عليه، فهمتي؟ واش غادي هابط ولا طالع، فهمتي؟ عندك هنايا الماكدي تبين لك بلا ها انت ما حد شو هنايا الفوليوم منين تكون هنا الفوق وغادي الزرق فوق الاحمر فكيبين لك راه كاين طلوع، ها هو طلوع شتي وسميتو بان لك اسيدي ها هو هنا الهبوط، شو ها هو الهبوط احنا طالعين بلا ما نشوفو المؤشر نعرفو الفوق شنو كاين، مش فهمتي كيفاش؟ دابا نتايا اش كدير؟ كتجمع هذا مع هذا مع هاد لي زانديكاتور عاد تخرج بالريزولتا، زائد واحد الانديكاتور اللي قلت لك ما كنقدش نستغنى عليه هو سميتو صار، ها هو بارابوليك صار. هذا ملي كتكليك عليه تعطيك واحد النقاط، ها انت بلاتي نكبر هذوك النقاط شويه، ها هما النقاط يبانوا لكم تبينوا لكم الاتجاه سكيبان. شوف دابا شنو تيبان لك؟ تيبان لك خش مع خضرة، ولكن النقاط راه باقي الفوق يعني راه باقي نازلين، واش فهمت كيفاش؟ ف انا نرجع لشي حاجه قديمه باش نمشيو شي حاجه اللي اصلا هي كاينه، فهمت؟ ما نهضروش في الفيوتشر غير في هذا. المهم فرض انا سيدي حنا هنا المهم دقيقه اوكي اكيد لا تلقى شي محلل اللي ما كيخدمش بهذا الشيء كامل، ولكن انا لقيت راحتي اوكي يعني كل واحد كيفاش، فهمت؟ فهاد البارابوليك صار شنو كيعني؟ الا كان الفوق راه حنا نازلين، الا كان لتحت راه حنا طالعين، اوكي؟ فدابا شنو هو؟ منين كيكمل هذا البارابوليك صار
ها انت دابا شنو طلع؟ طلع مثلا هنايا انت قلت ناري ناري طالع على 100,000 فهمتك؟ فمنك كتشوف البارابوليك طار هنايا كدير لا راه هابطين كتخرج فهنايا انت هربتي من الفوم وانك تدخل في الفوم فهمتي؟ فكيجنبك انك تدخل في الفوم ولو يبان لك هذا الشيء راه بوزيتيف وطالع فكيجنبك انك تدخل في الفوم فما تدخلش لانه بان لك الفوق فالفوق قلنا لك يعني انه هابط فهمنا؟ فها هو هنايا ها هو ها هو هابط ان فوا كيهبط لهنا ها هي بان كيما الاخرى ها هو طالع فهمتي؟ ها هنايا ها هو هابط فهنا كتجنب انك تدخل في الفوم وهذا الشيء باش كينفعك تصار فهمتي؟ ف وكيف قلنا التحليل راه غير 60% راه ممكن تجي شي كارثه ولا هذه اللي انت بعيد عليك على هذا فهمتي؟ ماشي انت شوف جميع الاحتمالات ها هو هابط ياك بانت لي النقطه صافي غادي ندخل لانه عارف غادي نضرب واحد 5% المينيم فهمتي؟ واخا انت راه باين لك هاي الشمعه حمراء ولكن هانيه واخا حمراء بانت لي النقطه صافي دخل فهمتي؟ اكيد ماشي ديما كاين بعض المرات اللي غير تتبان وحده وكترجع تطلع الفوق تكون هذيك الساعه وقع شي حاجه وهبطت فهمتي؟ فاما ملي كيبانوا جوج صافي تاكدتي من المسار كتدخل صحاب الفيوتر هذا الشيء اللي كيديروا مثلا انا فريم هذا اخويا احمد واش ديال 4 ساعات انا كنخدم غير 4 ساعات من غير 4 ساعات ما كنخدمش ولكن باش يبقى عينك على السوق كامل راه خصك تهبط من الشهر لتحت مع ما تشوف فا اوكي دابا سيدي انا هنا مثلا هنايا وما عرفتش واش باقي غادي يزيد ينزل وبانت لي النقطه تيقول لي راه غادي طالع ولكن شنو باقي عندي اخر باقي عندي سميتو هاد هنايا تيبان لي هاد الار اف اي ها هو طلع واحد شويه دابا كنحاول نشرح بالعاميه بلا ما نهضروا بالتكنيك فهمتي وهنا لتحت قلنا ملي كيكون الزرق لتحت راه معني مازال هابط ملي كيعني الفوق راه حنا غادي نطلع صافي هنايا تقاطع منين تقاطع طلع الزرق طلع الزرق وعندي الاير عندي الاير اس اي هو طالع عندي هاد الصار هو طالع اذا طالعين انا شحال ضربت هنايا راه شي 40% فهمنا نتمنى ما وضحت لانه كنحاول نشرح بالعربي خويا احمد صراحه انا خويا ما قرانا شي فيديو اخويا في يوتيوب تعطينا الملخص المفيد كوكتيل ديال المعلومات المهم يعني الخبره ديالك بحال اللي درتي دابا ولكن شي فيديو يكون في يوتيوب قديم ما فهمت الواحد يرجع له يشوف يتعلم فهمت كنحاول والله الا كنحاول ندير وقيس غير دابا شنو كنت باغي نبدا من الاول باش نقول للناس هذاك الشيء الاغلاط اللي طحنا فيهم انا الدراري ما يطيحوش فيهم ولا نبيع له دوره ولا شي حاجه انا راه الوالدين كافيين فقلت ليك المهم سميتو يعني كي قلنا عندنا صار عندنا ديال 200 عندنا هذا ديال 200 في 4 ساعات تنهضروا دابا ياك دابا هاد الشيء هذا ولا بشرط واحد تكون عندك نظره على الاتجاه ديال السوق كامل يعني كتمشي انت الاتجاه ديال السوق كامل انا عارف سيدي بالله الاتجاه هابط هنا بان لي طار عاوتاني بالله باقي هابط فكيعني ماشي نمشي بحال صحاب التصيطامه ودخلوا عز ومازال هابطين واش فهمتي وي وي بالضبط ولكن استراتيجي مزيانه بزاف صراحه ها انت دابا كيبان لي مثلا شوف كيبان لي احمر تنقول صافي احنا في 35 ولكن كيبان لي بالله باقي ما تحققوش الشروط اللي عندي باقي ما تحققوش لتحت انا مازال هابط الاي اس اي مازال هابط واش فهمتي وهذا فهمتك فكيفاش انت تدخل وتقول وتنصح الناس انهم يدخلوا وتقول اوكي السوق طالع طالع ايه متفقين طالع طالع ولكن اللي خدم من هنا ماشي اللي خدم من هنا واش فهمتي؟ حاجه طبيعيه كاين المهم كنحاول نوضح وسمحوا لي ما عرفتش نشرح المهم لا لا شوف انا صراحه فهمت اوكي اوكي ولكن الناس دخلوا كاع دابا القالب بروح 40 كنظن اللي يكون السوق ستار اسمح لي والله ما سمعتك هادشي يكون خدام اللي يكون السوق ستابل ما كاينش ديك النيوز بلا ولعيبات مرونه الدنيا دابا غير باش نتفاهموا ونحاول نسجل شي فيديو اللي ولكن راه ما كنعرفش نشرح واش فهمتي كيفاش غنحاول نوصل المهم دير مجهود وصافي ماشي مشكل انا متفق معك ان الماركت ماشي التحليل اللي كيقيدو وانما المحافظ الكبيره اللي كتقيدو هو الماركت كيخلي عندك واحد الرؤيه فهمتي اه ممكن يلعبوا في البريم ديال 4 سوايع بتاع ولكن انت عندك واحد الفيزيون ان احنا هابطين فما يعنيش تبان لي شمعه خضراء اسمح لي نرجعكم هنا بانت شمعه خضراء انا عاوتاني كيقبلوا تو دو مون تو دو 100000
وانت كيبان لك راك نازل صاحبي ماشي تقول للناس سير ما فهمتش كيفاش. ولكن الشيء عاوتاني اللي نقدر ناكد لك انه ما كاينش اللي يقول لك فين غادي نوقف، تبقى غير احتمالات واش فهمتي؟ يعني انا ما نعرفش فين انا نوقف، وما كاينش شي الشيء اللي صاوب هذا الشرط هذا ما يعرفش براسو فين غادي نوقف. دابا انا هادشي كيعاونك برونا بان ليا، انا صراحه ما عنديش مع داكشي بزاف، انا كنفيستي فهمتي، كيبان لي شي واحد عطى شي توصيه مزيانه ناضيه اولا كنقرا شي بروجي ديال شي حاجه كنفيستي فيها ما نكذبش عليك، حيت هادشي ماشي ما كنامنش به. هادشي يقدر يعاونك برو بحاجه وحده، تعرف راسك فاش تدخل حتى في ديك لانفيستيسمون، تعرف راسك فاش تدخل وصافي فهمتيني، تدخل وتخرج يا صلى وصل اللعبه كما كاين كاين تما فوقاش تخرج فوقاش تخرج فهمتي. كاين واحد في هذاك كبر، انا غير باش نعرف الناس كيفاش نقدر نوصل لهم واش فهمتي. اما انا ما منيش يعني كل واحد راه حر قراراته، ولكن ماشي واحد ما عارف سكريبتو واجي تقول له هذا صار هذا الاي اس اي هذا كذا فهمتي، ما غاديش يفهم على داك الشيء. تهضر لواحد النيفو اللي ممكن ماشي كنحقر ماشي واحد، ماشي كلشي راه كلنا كنتعلموا، انا اليومين هذا راه ما كنقدمش راسي كواحد كيعرف، فقط كنتعلم وكنشارك اللي تعلم تماما. فاللي بغيت اللي بغيت نقول لك هو مثلا الا قلت لك شنو هما لي زانديكيتور فاش غادي فاش غينفعك على الانديكيتور، مثلا الاغلبيه قال لي وانا معلق وكنتسنى، ولكن نيت بان لك انت النقطه راه ما تدخلش، ها انت تجنبتي انك تدخل لفوق واش فهمتي كيفاش؟ هادشي اللي قلت لك بالضبط. كاين يعني انتيا صافي بانت لي الفوق والله لا دخلت، خليكم تما الحيتان ما يقاولونيش واش فهمتي، صافي ما ندخلش كنت لتحت ما مزروبينش، هذا استثمار واش فهمتي. ولكن دابا واش التوقع ديالك انت اخويا احمد، يعني شنو النقطه اللي وقع لي غادي يوصل ماشي مره اخرى؟ انا الصراحه تنتسنى في 32، كنت نتسنى في 34، ولكن حسب هذا الشيء ديال الفيدرال اللي غادي يخرج نهار الثلاثاء، فنقد نقول انه ممكن يهبط ل 32، ولكن ما عمرني انا الا قلت لك شي حاجه راه كانت نظر واش فهمت. لا توقع وصافي اصلا توقع صعيب، انا نقول لك غدا بزاف ديال الناس اصلا كانوا كيتوقعوا غادي يدير اخر 40 غادي صح تما شويه حاجه غادي يطلع، ولكن غادي يقول 20 19 دابا هنايا غادي نرجعوا لواحد النقطه غنسال هنا نرجع لواحد النقطه. والله الا بغيت ناخذ شي بيكوينه برو بالحق ما نقدرش نشري في ديك 30 لا والو نزعل. لا شوف ودابا شكون اللي لاحظ فيكم واحد البلان هنا، لاحظنا انه ها انت الدعم الاول اخترقناه بقى لنا اخر دعم ونهبطوا ل 32 واش فهمتي؟ تمام. فدابا شنو هو؟ يعني انا ما نقدرش نقول لك اورا مازال هابطين، انا كنت نتنازع عليك، وانما ممكن هنا ينوض واحد التصحيح فهمتي؟ فدابا سميتو ويلا كان صحيح صراحة ماشي في صالحنا حبي دا ما يكونش. أنت مثلا غادي يكون واحد صحيح شنو غادي يوقع؟ غادي يدوز سيدي مثلا غادي يطلع هنايا ويلا هذا سميتو لا تخفني واحد السامة أخرى ثاني دقيقة عافاك. المهم نحاول نشرح بهذا، أنت غادي يطلع هنايا شنو غادي يدير؟ غادي يبقى هذا هو الدليل على أننا نطلع فهمتي؟ هذا هو الدليل. يعني انت خلي عينك على الطريق هذه، ها الطريق باين لك، الا رجعنا من هنا خاصو يوصل لي لهنايا ل 52 ويجمع هنايا فهمتي، يصحح واحد الصحيح وعاد يطلع. اما الا خاصك الموجه دافع عليك بريك اوت هي اللي كتحكم انه واش ستوب باش يطلع ولا لا تماما. شحال مره يقدر يطلع شويه ويقاولوا بنت المره غادي يطلع ويهود يزيد يهود تماما. يعني مثلا واخا تبان لي مثلا ها هي بانت لي واحد الشماعه ما ندخلش واش فهمتي؟ يعني ما مأكدش. اما العكس هو انه الا هبط لا هاني ندخل بواحد النقطه وتبان لي سميتو صافي من 32 غادي نطلعوا، وحسب الفيبوناتشي بلاتي حنا نشوفوا فين نقدروا نوصلوا فين. دابا خي احمد الفيبوناتشي كيعطي 100 ندخل معك في واحد النقاش وخذ راحتك تتكمل الدراري باش ما نخرجكش على الموضوع فهمتي. واخا اعطيني دقيقه غلط بلاتي. ها انت مثلا دابا منين تشد الفيبوناتشي شنو كيطلع لك؟ تشد اخر قاع تدير هذا وتتحط، منين كيتشد شنو كتلقى؟ بلاتي فين هي هنا؟ هاي اخر قاع عاطينا هاي سميتو فين هي هاي؟ الا شفنا هنايا فين عاطينا 100000 انايا قلتها بواحد شويه 100000 فيعني صافي باينه لنا الطريق فهمتي؟ باين الطريق حنايا باش نمشيو ل 100000 وعاوتاني ما يسمعش واحد 100000 ويقول صافي انا طالع ندخل دابا واش فهمتي؟
هذاك الشيء تيبقى ديالو، ما عمرني نقول شي واحد فين ندخل ولا فين تخرج. غير راه ممكن خويا احمد كتظن يعني كاين البوسيبيليتي انه يوصل 28 شهر 6 عندي فهمت؟ لا حنا بوسيبيليتي كاينه حتى لدابا كله سلبي. انت انا نعطيك واحد ليكزامبل ديال سميتو باش تعرف. دابا شوف تيجي واحد مثلا غادي يدخل ب 100 دولار ياك وتيقول لك راني غادي ندخل، وشو الحيتان؟ شوف هذا بايع جوج مليون دولار، هذا بايع مليون دولار، فهمتي؟ كاملين تيبين لك تبيعوا دابا، واش فهمتي؟ المحافظ الكبيره قالت لك تبيع وواحد باغي يدخل، تفهمنا؟ تحرك المحافظ ايش يعني خلاصه القول دخل مين يدخل الحيتان وخرج مين يخرج الحيتان. مع عمرك تلحقهم لانه منين يدخلوا غادي يطلع طلعه صاروخيه، فهمتي؟ فانت يا صافي فهمت كيفاش؟ شنو كدير؟ كتحضي منين يكونوا تيديروا الاكوميليشن، يعني انهم كيجمعوا، فهمتي؟ تيجمعوا شنو يبيعوا لك الفوق، واش فهمتي كيفاش؟ بصراحه حتى مثلا مثلا انت اذا شفتي شي عمله واخا يعني الماركت كاب ديالها باقي ناقص وشفتي بلي عندنا بروجي زوين، اهم حاجه هي يخص الحل قليل ديال الاكوميليشن اللي قلتي، فهمت؟ يعني جايبها تقريبا نص شهور عام هي كتاكوميلي ادخل عليه راه تسعك غادي تفون شي بوم خيالي، فهمت؟ ممكن حسب البروجي متفقنا. غير البروجي حاجه طبيعيه. غير دابا رجعت لواحد النقطه ديال فين ممكن غادي ننزلوا ياك. دابا شنو قلنا قبيله؟ قلنا عندنا ال 200 اللي هو غادي يضرب فيه وغيرجع، فهمتي؟ يعني لانه الا هبطنا على ال 200 راه شنو غادي يوقع؟ راه غادي نشوفوه في 18، واش فهمتي؟ فهنايا فهنايا يا ربي 18 يا ربي 18 صراحه انا انت اخويا احنا حاصلين فوق انت خصك تزيد ود انا بغيت يهبط باش ناخذ بيه شويه صح راه غالي ماشي غالي دابا بغيت القاعه ديال القاعه انا يوصل ل 20 كناخذوها لا 20 راه خالي لا ما كنظنش غادي يخليو يا ود لا ارخص بزاف ولكن كلشي ممكن راه ديجا وصل 19 وعاود دابا احمد راك عارفني و واحد خونا قال لي طلعوا لنا يونس في القاسم ربع الله كبير يونس واش كاين عمر ما كنسمعوا الصوت صح ما عرفتش واش عمر كان واش باقي كاين عمر كان قال لي اخويا كاين اللي بغى يطلع يونس نهبط ما كاينش مشكل كاين عمر ما عرفنا ما عرفتش انا ما عرفتش بغى يطلع ولا لا صراحه بنادم قرر يطلع يونس ما عرفتش على حساب شوف هو الوضع ديالو بغيت نقول لك برو دابا القضيه ديال دابا الماركت كامل حنا عارفين باللي عارفين هذا الشيء التحليل كامل عارفين كيفاش برو غنكمل لك غير النقطه هذه باش نحيدو من هذا انت يعني غير تبدا معايا ها حنا فينا مشيو وحنا غادي هذا الماركت ديال 200 المهم هنايا شنو عندك الاحتمال الاول كيف قلنا هو غادي نرجعوا فهمتي ناري شو داير هنايا قلنا غادي اوكي هذا ما تنعرفش نشد التليفون ونشرح فهمت اوكي قلنا الاحتمال الاول اللي عندنا فهذا يعني ضروري هذه البلايصه هذه عاد عادي بلي الضوء الاخضر ندخل واش فهمنا اتفقنا كتما كتبوا الاصل ولكن ابرو اي اكيميليتي ما كتعنيش ان مورا غادي يطلع راه بالتاكيد قدر ينزل لا هذه هنا في التحليل الموجي هذه كاين فهمتي لا متفق معك ولكن باش تعرف انها اكيميلاسيون راه تقدر تكون ماشي اكيميلاسيون فهمتي الا اللي هضرت لك عليها راه هنا لتحت هذيك الاكيميلاسيون فهمتي ماشي تما فهمت راه تاخذ وقت طويل فهمتي مثلا شي باش تقريبا شهر 5 حتى شهر 10 5 شهور كتاكيميلاسيون يعني درت هذا البومباك ها انت اللي بغيت نقصد لك شوف هذا الجزء اللي باقي هذا اللي هنايا فهمتي هو اللي باقي انت فكر واش تسنى حتى يوصل او لا تدخل بواحد النسبه معينه المهم انا ما عمرني نقول لك ندخل ولا خرج ولكن فهمتي يعني انت يا هذه النسبه هذه اللي باقه فهمتي انت شوف واش ولا تقسم فلوسك يعني مثلا في واحد شوف تقدر تشري دابا الكميه في 34 الا راه بغينا ينزل ما خصناش ينزل صح انا خصنا السوق يطلع في 19 ولا 20 فهمتي
لما كنطوش يا اخي سيف هو تندب يا كاخويا الله اعلم فهمت الله اعلم بغي انا بغيت ندوي مع احمد اخدي دابا 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 انا احمد باغي بغيتو يفهمني خلينا من التحليل دابا ناكد التحليل كاين هادشي كامل كنعرفو كاين دابا الماركت ميكر بدو عارفك كتحلل هكا دابا هادشي اللعبه كامل حرب سيكولوجيه فهمتيني دابا هو عارفك انت كتحلل هادي ولكن شنو النظر ديالك ودابا شو اخي صايب هذا الشيء كيف قلنا تبقى تقريبي لان اصلا هذا الشيء ديال الكاندل ولا الشمعات اليابانيه دار على ود البورصه واش فهمت ماشي على ود لان العملات عيب باش يبقى داك الشيء فهمتي تكون يعني 100% راه ما كاينش غير هو كيف قلنا قلت لك دابا اصعب رانش في البيتكوين هي هذا بعد ما بين كذا 29 قولوا مثلا كذا 30 باقي كيبقى يلعب تما تطيح اللي فاتت نفس الشيء شحال من واحد كيكون غير غادي وصل 120 ولكن واحد كيكون غادي يشوت 21 تما هو ويتفرقع يطلع فهمتي ولكن نقدر نعطيك وانا نعطيك واحد ليكزامبل اخر ودابا شنو نقولوا دابا الا قلتي للناس مثلا دخلوا كذا وفي التالي هبطنا سيدي بير ماركت واش فهمتي؟ واي فهمتك هذيك الساعه شنو غادي يكون الاحساس ديالك انت يا الناس كتاخذ من 18 ولا جو سي با فين غيكون فهمتي وانت هي واحد الفوق تطلب يا ربي رجع راس مال واش عندك تمام فهمتك يعني هذا الواحد ما يكونش يعني طامع ويقول انا مش فكرت يا رجع لك راس مالي شوف اسف اسف اللي قال لك شوف بلا ما نضرب على الخسائر صراحه انا عوضت شويه بالالكتريك صراحه والله الا عوضت شويه ديك الخسائر ديال حيت فريمون خسرت انا ما نكذبش عليك ملي دخلت في دخلات خطيرين غامرت ما نكذبش عليك ما كاين لي تحليل فني ماشي غنسى تبازيت على راسي فهمتي تبازيت شو رديت الفلوس بال ان اف تي نقدر نقول لك عوض الخسائر ديالي شويه كومين ما كنعتبروش حيت ما بعتش طبيعه الحال بلوكشين ديال سولانا سولانا تشبعت فهمتي بعت في الاوبن سيت هي طبيعه الحال فهمتي بقات في دابا المساله الحاجه الوحيده ديالي هو الماركت ميكر انا حتى واحد ما يقنعني بالتحليل الفني شو هذا يعلم كاين فوقاش تدخل برو فوقاش تخرج تعرف شنو حاجه بصار ولكن نيفر نو برو كيفاش يمشي هذا الشيء فهمتي دابا غير باش نتكلم مثلا غير بلاتي دقيقه عطيني تكمل يدي عرقات ما قدرتش ندير عرفتي اخي احمد راه حنا 3 ساعات في اللايف تقريبا والله انا راه ما موالفش على اللايف راه من غير يونس ما عمرني انا طلعت وانا قلت لك شوف غا انت هات الاول غادي اونكازات لا خلاص شي معاه فهمتي زول على الدهس الاولاني كنت خايف بحال اللي كنهضروا في الديسكورد ولا شي حاجه ايوا هذيك الايام صافي بالنسبه للمهم الا ما قدرتش نوصل شي فكره راه سمحوني لا لا صراحه برافو والله لا الناس استراتيجي اللي خدام بها تي استفدنا معك اخويا لا لا استراتيجي مزيان هذيك بعدا غادي توريك كومين كيفاش فوقاش تدخل فوقاش تخرج تماما شي حاجه اخرى برو ما انتقلتش هادي وراه ماشي كنصح شي واحد راه في الفيوتر خدامه بالضبط فهمتي انا ما كندير انا فيوتشر ما كنخدمش على صبرو لا لا فيوتشر لا فيوتشر ما تنصحش بها خويا غير الناس اللي برو والناس اللي فيوتشر صعيب لا راه غير يجيك غير يجيك غني ولا فقير في الدقيقه ديال المال انا كدابا دابا فيوتشر كيطمع اخي عبدو كيطمع ولد الحرام كيضحك في الاول شويه في الاخر كيدير لك كل شيء ما خويا درتو ما باغيش نديرو ورغم انه كاين امكانيه انه نربح وما نخسرش فيما تتكون رابح تترجع ان هذاك كيفاش نقولوا بريك ايفن انك سميتو هذاك دخل تمام ما تخسرش مع عمرك كتخسر لانه غير تطلع شويه كترجع لهذيك البلاصه فين احمد قال لك يونس عرفنا للدراري خويا يونس لاباس عليك سيف عمر هذوما الدراري ديال الموبايل خويا عزيز عليا خويا بزاف تحياتي خويا يونس بغيت في النيكست لايف ان اف تي ديك الساعه نطلعوا يونس ما عنديش جراند مشكل الفوت ديال الان اف تي فاهم مزيان
الله يعمر هذا، الله يعمر هذا. اش غنقول لك دابا شويه غادي تقطع اللايف حيت انا ما عنديش 10 كابل كونت قديم ديالي مشى فهمتي. وصلوا وصلوا سيف الدراري 10 كابل وصلوا لي 10 بقى في الكونت ديال القديم قال فيه 18 كومون بعدا كنت قاضي بالغرض ما كيتقطع ليش اللايف دابا كيتقطع لي كل ساعه فهمتي. اه كتكون جديده واحد النقطة اللي كنت بغيت ناكد على شي واحد اللي يسمع الدومين ويبان له اه حكا راه طلعت الكدا يدير واحد الاستراتيجية ديال سميتو عرفتي دابا المشكلة ما باغيش نوعد شي واحد ونقول له غادي نشرحها لك فيديو ولا شي حاجة وما نقدرش عليها واش الوقت ما تيكفيني. ف زائد انني ما كنعرفش نهضر يعني بحال كنشرح وهادي فالمهم يقصد الله حفظك اكثر من مزيان اصاحبي بالعكس كنهضر مزيان اخويا تشجع صراحه مزيان اصاحبي انت كاين النقطه اللي انه ديما يدير واحد كيفاش نقولوا فاير وير ولا سميتو ديما واحد الانتي فيروس اللي يطاكي له يديفوندي على سميتو يديفوندي له على المحفظه ديالو فهمت. المحفظه هي تكون هي الرتبه رقم واحد. المشاعر ديالي خليهم على جنب لان هذا استثمار هذا راه ماشي كيف قلنا قمر. الا كان غير يغامر ويقول واحد الشيبه ممكن تطلع وغير يمشي يقمر في اللوطو وممكن تصدق بها لان راه ديك الاحلام الوهميه اخويا احمد واحد الشيبه غادي تولي واحد السنت ولا تولي واحد الدولار لا عام واحد العشره ولكن انكف الشيبه انفيستا انكف الشيبه عطاتو 800 كابر فهمتي باش نجيك مليش ما نقولش لك لا دابا لا هذيك الشيت كوينز مزيانين ماشي مزيانين ولكن باش يكون شوف الفلوس عندك زايدين برو راه عارفين هذه القضيه هذه صافي حط 500 دولار هنا 1000 انكا هنا نورمال عادي ما كيهمش فهمتي تكون عندك زايده ما كتتناش منها شي حاجه. دابا هذا الشيء اللي بغيت نقول لك هو سميتو ماشي انت دابا واحد اللي انا تنتسنى مثلا اللي يقول لي راه يلاه متى راه اكيد عنده واحد المبلغ اللي صغير ويمشي يدخل فيه شي نو ما يمكن فيعني من الاحسن يشوف واحد المشروع اللي يكبر له راس المال ديالو فهمت. فغادي يشوف المشروع اللي غادي يكبر ليش ماشي هو او شي حاجه تكون باقه في القاع فهمتي باقه في القاع باقه اكوميديشن باقه ما تقوم بات هذا هو يعني المشروع شوف فوق راه عليه شوف وايت بيبر شوف هادشي هذا كامل درتو واحد القضيه اخي احمد انا ما عرفتش هاد لي بروجي ديال ميتافيرس كاملين شديت كل واحد قريت عليه تقريبا شي شويه حطيت فيهم تقريبا شي 20 ولا 25 بروجي حطيت فيه ان كل واحد اللي بان لي انا مزيان فهمتي صافي حطيت فيه ان صدقات ماشي معقول صدقات ما صدقاتش صافي انا قريت بروجي بحال قنعني شويه حطيت فيه ان كل واحد ان كان 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 كنفرقتها عليهم نتسناوها فهمتي وانا صابر عليه مثلا واحد العامين ما كيهمنيش اوكي حيت انا عرض شويه هذه استراتيجيه مزيانه اخي سيف صراحه فهمتي ما كنختلف معك فيها علاش السبب واحد كنختلف معك فيها لانك داخل في واحد الحاجه اللي هي ترند دابا فهمتي فكل شيء وفيسبوك وهذا ترند ولكن راه ماشي مضمون انها تبقى واش فهمتي. انا سمعت ما كيعنيش انني ما انفيستيش في ما عنديش بورتفوليو اخر في هذيك راك عارف داك الشيء اللي الحق طريقه فهمتي صولا انا لاعب فهمتي دوت دابا خويا احمد دابا ميتافيرس حتى ديفاي ملي دخلت اول مره فهمتي يعني العملاء ديال الديفاي حتى هي خلات وكانت واحد الترند كذا الناس تفرقعوا نفس القضيه دابا ميتافيرس انا ما كندوش المستقبل العاص المستقبل ديال اللي دار ميتافيرس هاي فاتشغا فيسبوك بنت سميتها غادي تفتح دابا ماركت بلايس ديال ان اف تيز ويعني كلشي ديال كلشي دابا متعلق بالميتا دابا كيقول لك غادي يكون كاين في المستقبل يعني كان زعما استثمار في العمله ديال الميتافيرس اللي عندها بروجي استثمار غادي يكون زوين في المستقبل فهمتي صراحه هو ترانسا كاينه تقدر يهود راه فعلا ولكن بالنسبه لي انا شخصيا كنظن راه عندها مستقبل زوين بزاف فهمتي. هنا في واحد النقطه اللي قلتي اي ممكن ولكن امتى الا مثلا انت صور راسك شنو هو البروجي اللي ممكن في الميتافير واكيد ما غاديش نعرف احسن من خويا يونس لان ممكن كان يقول اكثر سميتو فاش يقولوا لي انت يا انا مثلا استثمرت في هذوك ديال الميتافير استثمرت في ديال الجيمنج فهمتي مثلا انا تندخل ديال الجيمنج
ولكن لا باش نفرقوا على الجيمنج، الجيمنج ماشي موب موب كريبتو موب كريبتو فهمتي. انا راه موب موب كريبتو فهمتي، انا راه عندي بومب كريبتو، ولكن سميتو ماشي شي بروجي اللي غادي يطلع يدير واو فهمتي، اللي بحال بابجي ولا فهمتي، اللي ممكن هو مثلا كاينه بيج تايم، هذه واحد الجيم اللي عاد تخرج اللي واو فهمتي، الجرافيك كي داير وهذا. ف مثلا هذيك ما نقارنهاش بسميتو، نقارن هذيك نشوف الناس اللي وراها. مثلا تلقى بالله فيها واحد اللي ديجا كان خدام مع شركه اللي شنو سميتها ديك الشركه ديال الجيمنج، اللي ديجا قديمه في الجيمنج يعني عندها سنوات فهمتي، راه مرتبطه كامل ديفاي ماشي ترند، راه تكنولوجي هي تكنولوجي، ولكن تكنولوجي درس ترند ماشي تكنولوجي بحال كانت هي اللي خرجت. ايش انا لا دابا قال لك سميتو على على ديفاي، وي وي عرفت ديفاي ديك الايام حتى هي عاوتاني كانت بحال حاجه جديده، دارت واحد الترند فهمتي، كان عنده واحد الهايب ديالها شويه ماشي بزاف، ماشي بحال بحال دابا الميتافيرس ولا جيم ديال ان اف سي والالعاب ديال ديفاي. اخويا سيف راه جايين تيحلوا حلول، لانه فاش كتقارن فاش باش كتقيم واحد البروجي تتقيمو انه شنو جايب لهذه التكنولوجيا اللي هي في البدايه ديالها فهمت، واه شنو الجديد. فمثلا واحد جاي تيقول لك انا عمله وغادي نديرو واليت، شنو هي شنو جايب شنو جديد واش فهمت مثلا. ولكن اخويا احمد مثلا تي جيمر راه مهم، مثلا دابا ساند بوكس راه واخا مثلا ما كتقدمش واحد الحاجه، ولكن واحد يكون مريح كذا باغي يلعب مثلا داك قال هذا سبايدر تانكس يعني هذا البروجي اللي غادي يديرو، راه واخا السوق طايح الواحد يقدر يدخل يجيم يلعب كذا فهمتي، ودير ريوردز ديالو ويبيع العمله وكلشي بخير فهمت، يعني ماشي ضروري العمله تكون كتعطي واحد الحاجه، ولكن حتى الجيمين راه حاجه مهمه بزاف. ها هو جاوبك يونس على هادي، ها هو فهمتي، ها هو هادي اللي سميتو، هاد النقطة اللي قال لك زعما شكون اللي غادي تاخد يعني. فهمت شنو بغا يقول، فهمت شنو بغا يقول، دابا فحال يعني... دابا فحال الساند بوكس والمانا هما تشوف بصراحة بحال اللي قال الفيسبوك شنو غادي يديروا من بعد يو نو ضروري، غير دابا غير فيسبوك انونس اللي غادي مثلا فيسبوك لي انونس غادي تبدل سميتو ميتا، اصلا ما ناقص لا معنى ولا ساند بوكس كانوا طايحين بزاف، غير انونس فيسبوك غادي تبدل سميتو وكذا التكنولوجيا غادي تدخل تكنولوجيا جديده، راه تفرقعوا كاع الناس اللي شراو مانا في 0006 مثلا راه طلعت تقريبا اكثر من 200% ولا 600%، فهمت اذا حطيتي بي انكا ولا دوكا تبارك الله فهمت. ويلسي نقول لي يا احمد ما كاينش ان اف تيز ولا والو برو ان اف تي اخويا سول يونس لا زعما هو عرفت شو كيحط لي دي فيديو على الان اف تي تبارك الله عليك، لا زعما انت واش خدام فهمتي ان اف تي، واش ديجا درتي فليبين درتي البروجي ديالك ما كيهمش. انا نقول لك والله ما نكذب على شي حاجه، وانما شريت ياك تنظن وقت عندي شي ما عرفتش ما بين تنظر ما بين 20 و 14 ايماج، ولكن لحد هاد الساعه والله ما بعت شي وحده يعني باش نكون صريح. هولدي احمد ولا شنو هولدي زعما تيمشي وصلوا شي 100 كا دابا اللي ديت ليستي سبق على شي اربعه منهم فهمت، اللي ديت شي اربعه منهم صافي ما كملتش فيهم، بقيت مبرزط راك عارف ما بين الريسكي ما بين فامي ما بين هذا. لا واش هذوك البروجيات اللي ديت احمد واش دوك البروجيت ما صدقوش ولا يعني فلور برايس ديالهم طاح ولا شنو باش ما تباعو لك؟ لا قلت لك الاغلبيه ما نسيتوش اصلا، وهو راه اللعبه اللي كانت نسيتي بحال غير مشى مع الهايب واش راه داك الشيء بان ليا وصافي. انا غير دخلت اصلا راه ملي شفت يونس هضر عليهم انا ما كنتش معمرني ندخل فيهم، ولكن كيشرح كل شيء راه كل شيء ولا باين. ويونس كنت في الفيديو ديالك يونس ديال البلان اللي قلتي ديال زيرو ديال هام شو جاي الكيس ستادي اللي دار خصا غير يبوستها ان شاء الله سليم ان شاء الله. شحال واحد كيتسنى هذيك اخي احمد؟
العالم العالم كامل والله الا المغرب كامل كيتسنى. ولكن تبارك الله عليه والله كثير الله يعمر هذا. نعم بيا بيا الاني في دابا خلاص كاين شي موبايل كاين شي علاقه تقطع اللايف تقريبا تقطع اللايف نو غير بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا مثلا على البروجيات انا تسولني على التحليل اما البروجيات راه ماشي بزاف يعني اذا شي بروجرام كان يبي يوصل فهمت. لا دابا دابا كيف كمل برو كمل مع راسك كمل اللايف ديالك انت كل شيء دابا جنو الى عندك شي سؤال خاص تشوفوا بارت 3 ديال صوانا عجبكم ها ديال مع جمال وي مع جمال مازال ما تفرش فيديوهات مازال يلاه نشوفوا دابا كنضرب البارت الثانيه اللي مليوحه الثالثه غادا تجي ان شاء الله ولا ما ان شاء الله يوسف بنت الافاق كنت بحثت البانكس ديال كانوا خرجوا شي بانكس 3 دي في الصولان وكنت كنت خديت منه ما عرفتش شحال خديت شي 20 وحده يمكن خديت شي 20 وحده في الاول كانوا حاطينها بشي 0.3 صولان شحال تقريبا فوقاش شهر 8 ملي كنت في المغرب وي شهر 8 ولا شهر 9 هكا وي ايوا سيدي خديت 20 وبقيت مريح ملي نزل في الوقت داكشي طلع برا عرفت كنحط داك الشعلال قالة ديالي فهمتي وعرفت حتى بالليل حطيت بعدا واحد الصاف في بلاصه كيف ما تحطو تباع في بلاصه 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 ما قال الله نسيتو يلاه نسيتو والله الا في بلاصه تباع لا 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 ورانا هذه الصوره احسن من كيستوري ديال اليوم صراحه حيت خدات لي وقت اكثر باش نشدها مزيان ايوا نسيت كنت سولانا في 20 دولار بعت ليها في السي والله تشريتها في 130 شريتها في الاول في 20 اصي فيك عاودتي شريتها في 130 وشريتها في 130 وبعتها في 220 واقيلا كنت طلع 200 عادتي كنت طلع 200 كنت لا لو كنت واحد بيعه كنت بعتها في 210 اشنو كنت كندير هذاك الصوره بحال كنت حاكمها فهمتي فريمون ولكن الغلط ضيعتها في الاول ملي بعت ملي قلت شري رخيص وبعت فهمتي صراحه لكن دابا طاح شحال وصل دابا 96 انا كتكون شاري يا صاحبي في الاول حيت انا بديت معاهم كنت متبع هذيك الشين ديال كوين بيرو فهمت واحد حط عليه واحد الفيديو وفهمت هو كيعطي بروجي كيعطي شنو فيه فهمتي ماشي كيقول لك تمشي شري كيعاود لك اون جينيرال شنو كاين انا شريت صوره الصراحه الكنز صحيح انا شاريها في 20 صاحبي احمد احمد عقلتي وقت الشينا احمد هادي شو شو كان جا عمر وقال هذا كنا هضرنا على الصولانه وقال لي ندخل في الصولانه قلت له شوف باش تعرف الشارط راه ماشي ديما 100% فهمت قلت له شوف نتسناه في 22 وهبطت حتى 23 ورجعت وطلع مورا واحد طلع لي شفت باش كنت عامل اوردر كنت عامل اوردر في 22 اه اوردر تما نعم شريتيه شحال انا كنت حاط فيها 1200 فهمتي 1200 حطها في 22 تقول صافي هبط 22 اخ اخ ماشي مشكل دابا حدا حتى احنا مره ما تبعت ليش على 0 فاصلة شي حاجه فهمت اه اه كان عندي انا وعمر ريداكس ايوب جا عن امورات جا عن واحد النهار مورات ملي جا عندنا شي واحد يشري شي عمله صافي كنثق فيه اوتوماتيكمون انا ما كنسولش ملي جا عندي عمر شي واحد كنقول صافي هو بحالو بحالي بحالي انا يعني فهمتي جا عندي مورات واحد النهار دراري دابا 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 شرو اليسكا ديك الليسك عرفتي العمله ديال الليسك انا الواقع حبنا نتزرع العبدو وكاملين شرينا كاملين شرينا شوف الاول كنا رابحين شارينها في انا شاري في 7.5 يمكن كل واحد فين شاري المهم طلعت 11
ما بعناش برو فهمتي بحال بصح هو يكره شي السوق ويطيح الجوج ولكن ويتفوق من غير هذا من غير هذا الشيء هو داك نايف.